أنا تلقون عذاب شديد والمرض خبيئة بين العبد وربه. بعد شوي راح نشوف علاجه بالليمون الأسود. هذا الليمون الأسود معروف حق الطبخ، 5 حبات تعطيه 1 ملعقة سكر صغيرة، 10 ملعقتين، 15، 3 ملاعق، وهكذا. طحنته كسرته. الوصفة يقول لك طلع البذور، من أنا لي يومين ما طلع البذور ونتيجة ما اختلف شيء، ممتاز. بالسكر كل 5 لها ملعقة صغيرة، أو القوالب المكعبات السكر، أنا حطيت 10، بحط 2. الآن جاهز، ما طلعت البذور كسرته وأضفت عليه السكر 2 ملاعق لأنها 10 حبات، وبضعها في علبة. في العلبة هذه قبل الأكل 1 ملعقة كبيرة أو 1 ملعقة صغار مع موية، وبعد الأكل نفس العملية 1 ملعقة كبيرة أو 1 ملعقة صغار مع موية. استخدمته راح الألم، أهم شيء الألم، وراح الانتفاخ،